هكا حامي الثاني دخل خلاص كنملاش معلومه ثانيه ديرو واش عرفتي واحد روسيا قداش واش الا فرقت يا سيسان اما تكمل 3020 فراسك بلي روسيا هي اكبر دوله في العالم ياك كبيره نيتو تعطيني الملي هي اكبر من المغرب يعني بان شي مغرب واش انت تطرقع ماشي دايره 3 ولا 4 من المغرب خلي داك الجمرد شي بعدا هادشي من الارض منين جات لا باينه شي ورثه ديال المعلم باينه شي ورثه اما كيما ولكن اش فراسك بعدا بلي روسيا راه كانت دوله صغيره بغيت نعرف علاش وكيفاش وامتى علاش روسيا اكبر دوله في العالم كيفاش علاش امتى هادشي كلشي بتلقاوه في هاد الفيديو واش بصح روسيا كانت دوله صغيره ومن بعد كبرت هكا تولات اكبر دوله في العالم كيفاش ولاش وعلاش واسئله كثيره بزاف كلها غادي نجاوب عليها في هذا الفيديو ان شاء الله مرحبا بكم في قناه مهد تي في الا متشترك في القناه فاشترك في قناه اليسار كل جديد وحصري ان شاء الله هيا بنا نبدا لماذا تضخمت مساحه روسيا هذه هي روسيا اكبر من مساحه العالم العربي مجتمعا تحتل اكثر من 10% من مساحه الكره الارضيه 17 مرة أكبر من مصر و25 مرة أكبر من فرنسا تخيلوا أنها كبيرة لدرجة أن لها حدود برية مع 14 دولة منها الصين وكوريا الشمالية في آسيا وفنلندا والنرويج وغيرهما في أوروبا بل أنها حدودها البحرية يا صديقي تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هل تعلم أن روسيا كانت دولة صغيرة جدا؟ فما الذي جعلها أكبر دولة في العالم وبهذه المساحة العظيمة هؤلاء روسيون وهادو أيضا روسيون وهؤلاء أعراق ولغات متنوعة ومتعددة قصتهم بدأت عندما كانت روسيا مملكة صغيرة في 8 ميلادي تتمحور حول كييف نعم صديقي حول كييف عاصمة أوكرانيا استمرت ل 800 عام وخلال معظم تلك الفترة كانوا تحت حكم المغول وما أدرك ما المغول سوف نقوم بوضع حلقة إن شاء الله في المستقبل على المغول قبل أن يهزموهم ويتحرروا منهم ليبدأ الروس بعدها في التفكير بعاصمة جديدة فكانت موسكو هي الخيار ولكنهم واجهوا مشكلة لم تكن في الحسبان يا صديقي فالأراضي هناك مسطحة تسهل على الجيوش الوصول إليها واحتلالهم وبالفعل خاضوا سلسلة من الحروب مع جيرانهم لكنهم انتصروا في أغلبها وسيطروا على معظم أراضي السهوب في آسيا بحلول عام 1800 استمرت روسيا في التوسع بحثا عن منطقة يصعب الوصول إليها من الجيوش حتى وصلت إلى صربيا ثم شدت الرحال غربا لتضم أوكرانيا وبيلاروسيا وأجزاء كبيرة من بولندا ثم تحولت الطريق جنوبا عبر جبل القوقاز لاستيلاء على مملكتي أرمينيا وجورجيليا القديمتين وحين انتابهما القلق من وصول البريطانيين إلى آسيا الوسطى انتزعوها على الفور وحالها كحال معظم الإمبراطوريات أغلب المناطق التي ضمتها روسيا كانت تبدأ اتفاق إن وافق شعب المنطقة كان بها وإن لم يوافق سيتم ضمها بالقوة وبحلول عام 1900 امتلكت روسيا إمبراطورية تزيد مساحتها عن 13 مليون كيلو متر مربع ضمن العشرات من المجموعات العرقية الرئيسية مع أديان متنوعة ولغات خاصة ومنفردة قبل أكثر من قيام الاتحاد السوفيتي رسميا عام 1922 لتصل إلى 22 مليون كيلو متر مربع يا صديقي المشاهد ومع انهيار عام 1991 تقلصت مساحة الاتحاد الروسي الفيدرالي إلى 18 مليون متر مربع لكنها رغم ذلك بقيت الدولة الأكبر مساحة في العالم هنا يا إخواني انتهت حلقتنا شاركنا في التعليقات واش فايت عارف هذه المعلومات ولا ما فايتش عارفهم ولا بغيتي شي موضوع اخر نهضروا عليه ولا ما عليك لا تكتبوا لنا في التعليق ان شاء الله وندير عليه حلقة علاش لا الى هنا تنتهي حلقتنا إلى